اليوم مفروض اقول ستاند اب بس ما رح اقول ستاند اب لان كل العالم عم بيقولوا لي بدنا نكت بدنا نكت بدنا نكت فاليوم رح اقول نكت. اول نكته قال في بناية فيها بيتين شاب من أول بيت مغروم بالبنت بتاني بيت بيضلوا سوا بيضلوا على السطح بيضلوا على الطريق بيضلوا سوا وين ما ضيعون بيلاقون سوا. هلأ الشاب عنده خص لأنه كل ما عمل بيبي بيكتب اسم حبيبته بالبيبي تبعه. مين بيشوفه؟ إما للبنت بتجي لعند أمه للشاب بتقلها بشرفك شو هيدا ابنك مجرسنا مبهدلنا كل العالم صار تعرف أنه بحب بنتي بس ولو بيكتب لإسمه بالبيبي قدام البناية على الدرج على السطح. قتلا مش معقول ابني مهذب. قتلا تعي شوفي. أخدتها وطلعوا على السطح. قتلا تفضلي هيدا مش بيبيات ابنك؟ طلعت أمه هيك طلعت 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 قتلا معك حق هلأ هودي بيبيات ابني بس بشرفك بشرفك هيدا مش خط بنتك. قال مرة أبو العبد فتح مطعم بالأشرفية فأجت لعنده وحدة قالت له هاي أبو العبد سلو قال لا يا هلا قالت له شو البلاد جوغ اليوم قال لا ورق عنب قالت له واو جنبو كوسا قال لا لا ما جنبو كوسا جنبو لبن. قال مرة وحدة ختيارة قاعدة وعم تحضر فيلم سكس وحلي ايامكم عم تحضر عم تحضر عم تحضر عم تحضر ساعة ونص خلص الفيلم حط الجناليك قالت له الله يرحمك يا حاج كان كل شغلك غلط بغلط. قال مرة فتحوا سينما للقرعين ما بفوت عليها إلا القرع في واحد بده يفوت يشوف شو عم بحطوا بهيدي السينما وهو ما انه أقرع بقوم بيشرح بنطلونه بقرب على الباب اللي بيفحص على الباب أعمى صار يدس دسيك قال لهم يا شباب واحد 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 يا شباب. وآخر وحدة عن الحموات قال في مرة واحد خطفوا له حماته بعتوا له انه نحن بدنا فدية لنرد لك حماتك قالوا نعال بس انا شو باكد لي انه انتم خاطفين لحماتي بدي دليل قالوا له شو بدك الدليل قالوا اصبع من ايده قاموا بعتوا له قالوا اوكي بس ما تاكد بدي دليل اقوى قالوا له شو بدك قالوا اصبع من اجره قاموا بعتوا له ما بعت المصاري قالوا له لك شو قصتك قالوا بدي بعد دليل واحد اقوى من هيك بعتوا لي راسه. Merci.